قامت سعاد كونيناف وهي الأخت الرابعة للإخوة كونيناف بمناشدة مكتب محاماة أمريكي مرموق له فرع في زوريخ في سويسرا للدفاع عن مصلحتها بعدما تلقت دعوة من العدالة الجزائرية والتي اتهمت فيها باستغلال النفوذ وغسيل الأموال والحصول على مزايا غير مستحقة واختلاس الأراضي والامتيازات وعدم احترام الالتزامات التعاقدية في تحقيق المشاريع العامة. ففي 23 سبتمبر حكمت محكمة سيدي محمد الجزائر العاصمة على رضا كونيناف بالسجن 16 عام وكريم بالسجن 12 عام وطارق نوح بالسجن 15 عام. أما شقيقتهم سعاد كونيناف فقد اعتبرت هاربة في الخارج وحكم عليها بالسجن 20 عاما وغرامة 8 مليون دينار جزائري. وأعلنت العدالة الجزائرية إطلاق مذكرة توقيف دولية بحقها. وفي مواجهة هذه الاتهامات الخطيرة للغاية قررت سعاد كونيناف كما علمنا خلال تحقيقاتنا الاستعانة بمكتب محاماة أمريكي للدفاع عن نزاهتها الأخلاقية. والخطوة الأولى ستتخذها مكتب المحاماة الأمريكي تتعلق بإلغاء مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن القضاء الجزائري. وبحسب مصادرنا فإن محامي سعاد كونيناف سيلعبون على العيوب والمخالفات الرسمية التي تم العثور عليها في محاكمة الإخوة كونيناف لكسب قضيتها مع الانتربول. وتجدر الإشارة إلى أن السيدة سعاد كونيناف لا تلعب أي دور إداري داخل مجموعة عائلة كوجيسي أو عائلة كوغنيناف، وهي بالطبع مساهم، لكنها لم ولا تشتغل أي منصب ولم تدر أي عمل طوره أشقائها الثلاث، كما تبدو إدانتهم بالفعل مثيرة للجدل بناء على قرارات العديد من القوانين السويسريين الذي استشارتهم أقارب عائلة كونيناف. كما يعتزم محامو سعاد تسليط الضوء على عدم تورط موكلتهم في أعمال إخوانها الثلاث من أجل إبطاء الحكم الصادر عن محكمة سيدي محمد. وفي غضون ذلك يخطط محامو سعاد كونيناف لإشراك السلطات السويسرية في هذه القضية من خلال إجبارهم على الدفاع عن حقوق مواطن سويسري يقدم على أنه ضحية محاكمة سياسية في الجزائر. وهكذا يمكن لسويسرا أن تطلب من الجزائر عناصر قضائية لفهم الأسس القانونية لهذه العقوبة الصادرة ضد مواطن سويسري، وبالتالي من المرجح أن تأخذ قضية الإخوة كونيناف منعطفا دوليا في الأيام المقبلة، وستكون مصداقية القضاء الجزائري على المحك.